عايزين نحسب شويه تقاليد. شغل مستخدمة الفيرش فرور. أول مرة هنلاحظ إن في جيفن إي آي زي كل مرة، وجيفن كمان إي إي اللينك ممبر اللي هو إي إي. أعمل إيه لما يبقى فيه جيفن حاجة اسمها الإي إي؟ هو الإي آي طبعًا عارفين الإي وعامل مرونة والآي مونت فلاشة بس وعامل مرونة والإي دي المساحة بتاعة الحمار. اصل معادله الديفليكشن يا جماعه انك عشان تحسب الديفليكشن بتاعك اي نقطه سواء كانت سيتا او حركه او ريد ديسبيسنج او اي حاجه ممكن نحسبها هو تكامل المومنت اللي هو ام نوت مع المومنت ام واحد على اي اي في الدي ال اللي احنا بنشتغل عليه. بس في جزء كمان في المعادله النورمال ان نوت مع ان واحد على اي اي في الدي ال. مش بس كده، في كمان جزء تكامل الشير كيو نوت مع الشير كيو واحد على حاجه اسمها جي اي في الدي ال. ده اصل معادله اللي هو بجيب المومنت ام نوت والنورمال ان نوت والشير كيو نوت نتيجه الاحمال، واجيب المومنت ام واحد والنورمال ان واحد والشير كيو واحد نتيجه الحمل واحد طن اللي احنا بنحطه، ونعمل تكامل لكل الحاجات دي مع بعض ونطلع فيها الديفليكشن. بس الجزء ده هو غير الديفليكشن 90% 96% رقم كبير جدا من الديفليكشن اللي بتحصل، وده صغير. فالجزء ده نجلكت اللي هو الديفليكشن نتيجه النورمال نتيجه الشير نجلكت. فبشتغل دايما على المومنت. خلاص؟ طب انت بعرف ان انا هشتغل كده بالمعادله الطويله دي. لو كان في جيفن مع الاي اي كل مره اجيب الاي اي ده اساسي. فبشتغل على طول على الجزء ده. لو مع الاي اي جيفن اي اي جي اي باخد معايا النورمال والشير. الجي ده اسمه عامل الجسد. مودل اصلا في الجيل حط في الماتيريال السنه اللي فاتت تمام. مقاول الماده في الكاس نتيجه الشيء خاصيه خاصه الماده. كل ماده لها جي زي ما كل ماده لها اي. اوكي طيب احنا يهمنا في الحاله. في الحاله اذا جيت لي اي اخد النور، اذا جيت لي جي اي اخد الشيء. الكلام ده مضافا الى المومنت اي اي. طب انا سالت دي جيت لي فيها اي اي انا اخد عشان المومنت، وجيب الاي اي بس مش للفريم كله. جيب الاي اي لللينك ممبر بس. هو ده. وانا عشان احسب الديفليكشن بتاعتي في المساله دي خلاص اشتغل ازاي؟ اي ديفليكشن عشان احسبها هو تكامل ام نوت مع ام واحد على اي اي في الدي ال اللي انا بشتغل عليها عادي زائد تكامل ان نوت مع ان واحد على اي اي بتاعت اللينك في الدي ال. ده الجزء ده لللينك والجزء ده لباقي الفريم. بمعنى المطلوب مني ان انا ارسم المومنت على فريم وكمان ارسم النورمال او احسب قيمه الانترنال فورس الموجوده في اللينك كل مره نتيجه الاحمال نتيجه الوحده اللي انا هحطها في كل مره. خلاص عملت الكلام ده ليه؟ عشان جيفن معايا اي اي بتاعت اللينك ابدا اشتغل. اول حاجه بعد ما نسميها نعمل ايه؟ نرسم البند جمود ديجرام بطريقه السوبر بوزيشن. طبعا ده لينك ممبر هو من هنا لهنا فده ما عندوش مومنت بتاع مساوس تمام. هنا في فورس 4 في 6 ب 24 يبقى في رياكشن هنا عند النقطه دي 24. انا طلع على حسب اكسب هنا العزم مساوسر في اخر العنصر ده هقطع ابص تحت العزم بيساوي 24 في 6. احنا هنحسبها بقى ايه؟ هي 4 هنا صفر مؤثر على الصفر من الاتزان هيبقى سالب. طبعا ده ما بيخش في الاتزان عشان العزم يعني بيساوي صفر. فاعطيك اكس على عنصر دي هتبقى 24 تمام؟ عند النقطه اللي العزم بيساوي صفر مؤثر على الصفر. ده اشاره سالبه او جبهه انا المختار زي ما قلنا في الام نوت وبعد كده بكمل مع الام. هنا العزم بيساوي صفر. هنا ما اعرفش. هنا اللي هي هنا. هو لازم اقطع واجمع من هنا. خلاص؟ اقطع واجمع من هنا سيان، الاقي نفسي جوه كلوز لوب. كلوز لوب مقفوله بلينك ممبر. اللي هو لما اقطع ابص تحت لازم اجيب الفورس اللي في اللينك دي بتساوي كام. تمام؟ انا مشيت عادي الاول لميت نفسي لوب بعد كده مش عارف احسب عشان دخلت جوه اللوب.
طب دي عملت فيها كده ليه؟ عشان كنت جايب العزم على العنصر الرأسي فتعكس على طبيعة العنصر. ودي ما احتاجتش فيها حاجة عشان اكيد العزم بيساوي صفر. لما جيت ادخل هنا ما عرفتش. خلاص؟ فساعتها لازم احسب الفورس اللي في النص. احنا بنعملها ازاي بقى؟ السنة اللي فاتت. نقطع ونلف الفورس. سميها اف، سميها اف نوت، سميها تي، سميها ان، سميها اللي انت عايزه. اي اسم. نشوف هتستخدم ايه؟ احنا عارفين من السنه اللي فاتت برضه ان اي كلوز جروب عشان يبقى ديترمنت لازم في ثلاث فصالة، يعني واحده اثنين ثلاثه. نقطع اللينك وندور على الفصاله مش بتاعت اللينك. اللي هي دي. وناخد عندها مجموعه عزوم ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. خلاص؟ اليمين شغال، الشمال شغال، سير مش فارقه. هنا في اثنين رياكشن، هنا في رياكشن واحد، يعني هي هي بالظبط. يبقى كاني هاخد مجموعه عزوم عند دي من الشمال. جاب مجموعه عزوم عند دي من الشمال، المفروض يكون معايا الرياكشن ده. والفورس هتحمي المركبات. تمام؟ والحمل الموسع. عايز تشتغل من اليمين براحتك، عايز تشتغل من الشمال براحتك، انت عايز مش فارقة. دي زاويه سيتا. سيتا بيساوي تان ماينس 1. المقابل بتاعها 6 والمجاور 8. يبقى كوساين السيتا معروف 8 من 10 وساين السيتا 6 من 10. يعني هنا لما احلل دي هتبقى 8 من 10 اف كده 6 من 10 اف. لازم احسب الرياكشن ده. الرياكشن ده انا احسبه ازاي؟ ياخد العزوم عند دي. ما تشغلش بالك بس اللي هو مرسوم، بص على المساله، على اصل المساله. انا عايز احسب الرياكشن عادي خالص عند السبورت ده، اعمل ايه؟ اخد العزوم عند النقطه دي. خلاص؟ وانا باخد العزوم عند النقطه دي، الاف دي موجوده والاف الثانيه موجوده. شايلين بعض، خلاص متغيرين بعض، كاين اللينك مقفول. لان الاثنين زراعه فوق ونفس زراعه تحت ويرفع احسبه. فشايلين بعض. ما عنديش بس غير 24 مفيش ده. 24 بتاعي العزم عند النقطه دي قد ايه؟ العزم بيلف كده 24 في 3. تمام؟ ده بيلف مع حرف الساعة، يبقى المفروض الرياكشن ده يبقى نازل لتحت تحت حرف الساعة. المفروض لازم عند النقطة دي يا جماعة. لازم نتعامل بالطريقة دي بسرعة، ده بيلف كده، ده بيلف كده عكس الطريقة. قيمة العزم 24 في 3، الرياكشن ده زراعه 8، يبقى نقسم هنا على 8، 24 في 3 على 8، يعني 9. كسبت قيمة الرياكشن. قطع بص شمال سيجنال مومنت. دي ليفت بيساوي 7. دي مش هعرف اعملها بسرعة عشان عندي 8 من 10 اف 6 من 10 اف. خلاص لازم اكتبها. عندنا 8 من 10 اف في 6. 8 من 10 اف ايه؟ في 6. ناقص 6 من 10 اف في 4. خدت العزم بتاع دي. ناقص 9 في 4. هي دي. ناقص 24 هي دي في مسافة 3. الكلام ده بيساوي صفر. محصلة تقول كده 8 من 10 في 6 ناقص 6 من 10 في 4 2 و 4 من 10 اف. خلاص؟ هنحسب قيمة الاف بيساوي كام؟ هيطلع الاف بيساوي 18 75 مليون. الاتجاه زي ما هو 18 75. تمام؟ طالما جبت قيمة الاف اقدر ارسم المومنت بقى. هنا العزم بيساوي صفر. هنا هقطع واجمع من تحت عندي 24 وعندي المركبه دي 15. هيبقى عندي العزم عند النقطه دي لما اطلع ابص تحت عباره عن 15 في 6 بيلف كده ناقص 24 في 3 بيلف كده هيطلع قيمه العزم ده 18 ناحيه جوه مع 15 اوصل على الصفر. يتعكس من الاتزان 18 واوصل هنا على الصفر عند المفصل. كده انا جبت الام نوت وحسبت ان نوت هي النورمال فورس بتاع ميكرو. عرفت ان نوت بيساوي كام؟ 18.75. والفورس دي كده كومبريشن عارفين من السنه اللي فاتت النكت ممبر. وكل فورس كده ده كومبريشن عشان الكلام ده هنحتاجه بعد كده. من جوه الفورس كده تنشن. بتشد في النهايه تنشن بتزق في النهايه كومبريشن. ادي الام نوت وادي الان نوت. أول مطلوب هو الفيرتيكال ديفليكشن عند نقطة دي.
في البارابولا يا باشمهندس. يعني ممكن دي حط واحد طال عند نقطه باشمهندس برابولا في النورمال واحد على اي ايه بتاعت اللينك طبعا جيب معاك كده
عايز اعمل تكامل من النورمال فورس اللي هنا مع النورمال فورس اللي هنا. قدامي حالين من الاثنين، يا اما اتعامل مع دي انها دايجرام ودي انها دايجرام، او بالقيم لو اتعاملنا انها دايجرام هتبقى رسمتها كده. لو اتعاملنا يا جماعه ان هو دايجرام هيبقى اللينك ممبر كده، ارسم النورمال فورس اللي عليه هو مستطيل سالب والقيمه بتاعته 18.75. الحاله الثانيه اللي هنا برضه مستطيل بس موجب عشان تنشن والقيمه بتاعته 0.833. اللي هي رسمه النورمال اللي انت عارفها السنه اللي فاتت، اكيد رسم النورمال فورس على اللينك ممبر بتحسبه كده. عايز تعمل تكامل يبقى مستطيل مع مستطيل، هتجيب مساحه واحد ضرب في ارتفاع الثاني. ده سالب وده موجب، يبقى سالب موجب الحاله السالبه 18.75 في 10 الى 10 ايه؟ هجيب المساحه عن 100، مش هو الطول ده 100 في 10 يبقى 18.75 ارتفاع في الطول 10. دي قيمه المساحه. تتضرب هنا ارتفاع قد ايه؟ هو 8.3. ودي اول طريقه ان انا احسبها كمساحات، ارسم نورمال هنا وارسم نورمال هنا. هي هي بالظبط متكافئ. لو انا جيت حسبتها من العلاقه بكل ان نوت في ان واحد في ان، طبعا الكلام ده مرسوم على واحد على اي اي برضه. يعني اقدر اقيم النورمال فورس بقيمتها زي ما هي في الحاله الاولى، في قيمه النورمال فورس في الحاله الثانيه في الطول. هي هي بس خلاص؟ لسه هناخد دي في الدراسه ان شاء الله، في السكشن اللي جاي. انت عايز تعمل تكامل يا اما تحسبها كانها مرسوم يا اما تحسبها على وضع حسابيه. قيمه النورمال فورس هنا كام؟ 18.75. قيمه النورمال فورس هنا كام؟ الناحيه دي 0.833 في الطول. هي هي نفس اللي عملناه بالظبط. قالت 18.75 ولا 0.833 ولا بس اللي بقى قدامنا طبعا عشان ده شرط سريع ولا شرط مكبر في القانون ده ياخدها سالب برضه؟ لا شوف الفورس هنا سالب عشان كومبريشن، الفورس هنا مجبر عشان يبقى سالب مجبر خلاص. يبقى يا جماعه يا اما تعملها كانها رسمه مستطيل تجيب مساحته ارتفاع مناظر، او تاخدها كانها حسابيا النورمال فورس في الحاله الاولى النورمال فورس في الحاله الثانيه في الطول على طول. هي هي بالظبط نفس الفكره. هطلع قيمة دلتا دي بقى. بعد كده عايز الحركة الأفقية عند الإيه؟ أشيل كل الأحمال. هل دي في صورة؟ لو الموضوع سهل نقلع اللي بعده، لو صعب لازم نستحمل عشان نفهم. مش مجالي بخصوص خالص. عايزين الحركه الافقيه عند نقطه ايه؟ حط واحد طن عند ايه؟ نبدا برضه نرسم النقطه تاني. هنا في رياكشن في نقطه واحد، العزم هنا صفر، العزم هنا هقطع نص تحت واحد في سته في سته، سالب يتعكس هنا سته، حفظت علشان اجيب الجزء اللي انا خارج ده لازم احسب الفرصه في اللاج، اخد الفرصه هنا اف 1 اف 2 اي حاجه حفظناها يا باشمهندس. دي بتحمل بوينت 8 اف 2 ودي بتحمل بوينت 6 اف 2. باخد مجموع لازم عندي دي اف 2 2 4 من 10 اف 2. انا باخد الاتجاه الموجب ازاي مع عقارب الساعه؟ الواحد ده يلف عكس عقارب الساعه ناقص 1 في 6. طيب انا كملتكم معايا كمان الرياكشن الراسي من هنا. انت بحسبه ازاي؟ باخد العزوم عند البي. لما اخد العزوم عند البي ده طاير وده طاير وده طاير، يبقى الرياكشن ده بكام؟ بصفر مش شغال. هطلع من هنا قيمه اف 2 يطلع 6 على 2 4 من 10. مش مهم اجيب اي حاجه، مش فارق معايا. خلاص؟ المهم هجيب قيمه الفرصه اف 2 واقفل مرتبتها، ساعتها احسب العزم هنا بيساوي كام؟ واطلع عزمه العزم ازاي؟ لما اجي هنا اقطع نص تحت هيبقى الواحد مسافه والبوينت 8 اف 2 في المسافه بتاعتها هتيجي عزم ايا كان شكله ايه؟ في الاخر هرسم العزم على طول. خلاص؟ رسمت العزم عملت ده كده. ومعايا قيمه الفرص اف 2. نعم. ايوه. ايوه ماشي، ما هو الاتجاهات عكس بعض. ماشي، يبقى ما فيش هدف خالص. دي كنا بنعملها ازاي؟ جايبينها من بوينت 8 اف 2 زراعه كام؟ 6. دي بتلف كده ناقص 6 من 10 اف 2 هي دي زراعه كام؟ 4. تمام؟
وهي 8 في 6 ب 4 في 8 من 10 وهي 6 في 4 ب 2 و 4 من 10 بس دي ناقص دي 2 و 4 من 10 هي مش قاعده ولا حاجه هي الحسبه من المساله شمال 2 و 4 من 10 اف 4
واحدة ثمانية أربعة وعندك واحد أهو ناقص يجيب نص الكلام ده بيساوي صفر يبقى هنا سالب واحد وموجب نص يبقى سالب نص يروح الناحية التانية يبقى الإف أربعة بيساوي نص على اتنين وأربعة من عشرة كوين اتنين كوين تمانية تلاتة تمام؟ دي تمانية من عشرة في الإف أربعة كوين واحد ستة مش عارف كده تمام؟ تعالى اقسم العزم هنتعامل ازاي مع العزم الخزعبلي اللي في كام نقطة؟ هنا العزم بيساوي صفر مش فيها كلام النقطة اللي جاية فين؟ النقطة اللي جاية هي نهاية العنصر اي سي يقول ايه؟ نهاية العنصر اي سي هي النقطة دي فين العزم يا جماعة؟ العزم هو الدايرة ولا العزم هو النقطة؟ الكلام ده لسه أقول العزم هو النقطة فماكسب العزم عند النقطة اللي أنا عايزها دي بقطع بص فين؟ زي ما أنت ماشي مش عادي خالص بقطع بص تحت المرة أبص تحت العزم ده معايا؟ لا مش معايا خلاص لما أجي أحسب العزم يحس من فوق الواحد ستة سبعة في ستة سوكس الستة خلاص اللي هو واحد ليه سام فين؟ ناحية جوه واحد أعكس الواحد ده؟ لا ما أعكسوش إزاي يا باشمهندس فين التساوي؟ قبل ما نتكلم في الحتة دي ممكن نحسب مع بعض العزم عند النقطة دي يساوي كام؟ ممكن حاجة من اتنين يا حسام اليمين يا حسام الشمال عشان انا مش فاهم ورا حسام ويقابلك قلنا كده خلاص قيمة العزم عند النقطة دي هنا بيساوي صفر ولو جبتها من الناحية التانية تطلع بصفر عشان في ناس عايزة تسمي من الناحية التانية لو جبتها من الناحية التانية من هنا تطلع بالنص كده تطلع بصفر ازاي؟ ما هو احنا حاسبين العزم قبل كده بتاع دي طلع بواحد كده هو لسه حاسبينه حاجة خلاص لما تقطع وتبص المرة الثانية دي هتاخد العزم اهو جه ظهر تاخده ازاي تيجي تلف كده خلي بالك بقى العزم الضيق ده انت بتاخد منه الجزء حسب ما انت باصص يعني باصص تحت تاخد منه الجزء ده لو باصص فوق تاخد منه الجزء ده العزم الدايرة المقفول ده العزم الدايرة المقفول يا جماعة وانت بتحسب العزم ده لو بتقطع وتبص شمال لازم تاخد الجزء الاولاني ما تطلعش الشمال تقطع بص تاخد الجزء الاولاني دايما بتكون واقف جوه العزم في النقطه دي زمان في سنه اولى كان بيقول لك ايه لو جيت شفت قفل العزم او ظهر العزم لفه مش مهم اللي احنا معانا القضايا اللي بتحصل يعني ينفع اللي ما بيعرفش يحسب ممكن تستنى حسبنا الموت هنا هو واحد خلاص قطعنا بصينا تحت طلع القيمة دي سدس بالارتفاع 6 بواحد اعمل اتزان جوي اعمل اتزان جوي اي واحد اللي تحسبها تمام؟ وادي واحد جاي من بره ده هو الكونسنتريت المومنت الكونسنتريت المومنت بيدخل معايا في اتزان جوي ايه دي القصة؟ لو عندك عزم مركز جاي من بره اكشن خلاص وانت بتعمل اتزان شوية بيفهم معاك انت حسبت العزم على العنصر الاولاني فجبت القيمه هنا بيساوي ايه عايز تحسب القيمه الثانيه دي فهتعمل اتزان عادي زي ما انت متعود تعملها وانت بتعمل اتزان وبدخل العزم اللي جنبه هتلاقي القيمه معاك كام هنا صفر يعني ده شغال خلاص من غير قطع فاضي جربها من اي حته تطلع كده يعني جرب حسابها من اليمين من الشمال من اي مكان هيطلع شكلها عامل معاك وما تسالش هو ده المثلث ده او القيمه اللي هنا الاتزان بتاعها هنا على العنصر ده الاتزان على العنصر ده مش موجود العنصر ده على العكس الاتزان جاي من ايه؟ من الاكشن وانت بترسمها كده زمان ما سبتش حاجه المهم ده المومنت بتاعنا هنعمله تكامل هنا ونطلع قيمه السي مهم جدا يا جماعه الكونسنتريت مومنت الموجود عند الجوينت اللي بيوصل بين العناصر بيدخل في اتزان الجوينت يجي بعد كده المطلوب الاخير عايزين السي ريلاتيف لو اللي بيتكلم ايه؟ جامد قوي يعني مش همه ماشي عايزين السيتا ريلاتيف عند نقطه سي واحنا عارفين السيتا ريلاتيف هي الفرق ما بين سيتا ليفت وسيتا رايت يبقى عايزين نحسب السيتا ليفت ونحسب السيتا رايت ونطرحهم من بعض
ممكن اجي احط واحد طن متر على اليمين واحسب سيتا وبعدين احط واحد طن على الشمال طن متر طبعا عزم واحسب سيتا بيت. وبعد ما احسب دي واحسب دي اطرحهم من بعض اطلع منهم ايه سيتا بيت. طب ما اسهل ان انا احط العزمين مع بعض في رسمه زي في المره اللي فاتت السكشن اللي فات كنا بنتكلم على الديسبيسمنت ريلاتيف فاهمين؟ حط حمل واحد طن هنا واحد طن هنا عشان اشوف ده الحرب ده قد ايه والحرب ده قد ايه فاعرف الريلاتيف ديسبيسمنت قد ايه. يعني ممكن يكون ده اتحرك ولا اتحرك قده وما اتحركوش نسبيا الحركه الجزئيه بتاعته ما تصيرش خلاص؟ طيب نعملها ازاي بقى؟ نحط عزم واحد طن هنا وعزم واحد طن هنا عزمين العزوم دي مش عند المفصله العزوم دي عند النقط اللي هي كلاس تريك وشوف تريك المفصله هو ينفع يا باشمهندس احط العزوم دي كده؟ اه عادي جدا مش يعني مش لازم يبقوا مفصلين المفصله ممكن يبقى باصين ناحيه المفصله. ايه الميزه دي؟ ليه الكره تعملها كده على طول؟ عشان السنه اللي فاتت زمان برضه ايام الشرح كده وتفتكر ان الناس كانت بتغلط تقول لك ايه؟ لما يجي لك عزم مركز على المفصله كده الحاله الوحيده اللي بترسم فيها النمط مع عكس السهم. انا فاكر حاجه زي كده؟ عشان انا معايا اصلا. ايوه فاكرها. الحاله الوحيده اللي بترسم فيها مع عكس السهم لما ده ام فكنت تجيب ام هنا وتكمل الرسم. فبدل ما نعملها كده وتبقى قاعده استثنائيه وترسم مع عكس السهم كده معلوله. على الوضع ده معلومه ترسم العزم عند السهم معناه ان العزم عند النقطه دي بيساوي واحد اسفل مع الدين والعزم عند النقطه دي بيساوي واحد اسفل مسبقا من غير ما تعمل اي حاجه من غير ما تحسب الرياكشنز ولا تعمل اي حاجه خالص بتحط العزمين عند المفصله ويبقى العزم جوست ثلاثه المفصله بيساوي واحد مش جوست ثلاثه المفصله بيساوي واحد والرسمه مع دين السهم ده السبب اللي مخلينا عاملين العزمين مخصمين بعض خلاص يعني انا لو عاملهم كده لو عاملهم كده هيبقى انا عارف من الاول ان العزم هنا بيساوي واحد فوق وهنا بيساوي واحد وابدا اشوف اوصل عليه بعد كده الحسابات بقى. طيب ادي العزمين محطوطين وانت عارف لو شفت كده الرياكشنز كلها بتساوي صفر اشمعنى يعني؟ ما انا حاجه احسب العلو اللي هنا ده احسبه منين؟ هاخد مجموع العزوم عند النقطه دي لما اخد مجموع العزوم عند النقطه دي وده بيلف مع خارج الساعه وده بيلف عكس خارج الساعه طيارين بعض الراجل ده سيجما فورس اتجاه الواي مش اصلا فورس سيجما فورس اتجاه الاكس مش اصلا فورس يبقى انت حاطط العزمين كده مفيش رياكشن ومثبت عارف جاي منين طيب ده معناه ان العزم هنا بيساوي صفر هنا بيساوي صفر هنا بيساوي صفر هنا بيساوي صفر ده قلم جاي واحد هنا صفر لحد هنا صفر هنا هنا واحد وهنا بصفر اوصل المثلث ده هتيجي عند النقطه الظريفه اللطيفه اللي هي دي لازم تقطع لها لينك ميمبر تلف الفورس بتاعتك اف ترجع تعمل ايه؟ تحدد الاف 8 من 10 6 من 10 بيدوني 2 و4 من 10 في الاف لما باخد العزوم عند النقطه دي من الشمال يبقى خدت العزوم من هنا شمال 2 و4 من 10 اف وده بينفع عكس حرف الساعه يبقى ناقص 1 يساوي 0 اطلع طول الاف بيساوي كام؟ اللي هحسب بيها العزم اطلع باتنين. قيمة الفورس هحللها 8 من 10 اف احسب العزم ده لما اقطع ابص تحت 8 من 10 اف احنا هنحسبها من هنا اللي هي 1 على 4 من 10 في 6 يديني دي. اللي عكس هنا من الاتزان 2 وكنا دي كانت 1 وايه هي رسمة النقط؟ ايه هي المعلومة المهمة في الموضوع كله هي قصة العزم. الباقي عادي، الباقي رياكشنز بتحسب وترسم. الفريق ده عايزين نحسب الحركه الافقيه عند نقطه دي والريليف عند نقطه سي نتيجه اول حاجه الكور دروب التمبريتشر 20 درجه مئويه يعني نزول او نقص دروب درجه الحراره مقداره 20 درجه مئويه او دروب يونيفورم هنفهم يعني ايه بعد كده قال انكريس انت الاول دور تمبريتشر يعني ارتفاع في درجه الحراره الخارجيه 23 اكومبيت باي يعني مصحوب ب دروب اوف ان دور تمبريتشر نزول في درجه الحراره الداخليه مقداره 10 درجات مئويه تمام ودي بيانات كانت بستخدمها في ايه؟ يبقى اول مره هحسب الحاجات دي نتيجه تغير منتظم درجه الحراره كنت كذا المره الثانيه تغير خارجي 23 للموجب وداخلي 10 للسالب مع بعض الاثنين المره الثالثه في استمنت عند الايه 2 سم وحركه عند الايه برضه مقدارها 1.5 سم الشمال وحركة عند البي أو جهود عند البي مقدار 3 سم الأسفل. كل مرة عايز أحسب الحاجات دي نتيجة القصة. نمسك بقى
الكلام المكتوب ده. انا ليه بكتب الحوار ده؟ عشان ده مطلوب امتحان. لازم سيادتك تبقى متعود ان المطلوب مش هيجي يقول لك احسب لي دلتا بي. هيقول لك فيرتيكال ديسبيسمنت، هورزونتال موفمنت، مش عارف كذا، الروتيشن، الاسلوب، لازم تبقى عارف المطلوب بتاع المسافه. لازم تبقى عارف ان هو بيجيب لك ان درجه الحراره حصلت فيها تغير في الشكل ده. مهم جدا تبقى بتقرا المسافه. احنا درسنا او خدنا ازاي نحسب الفريكشن نتيجه الاحمال ونتيجه السيتلمنت على السكشن اللي فات. السكشن ده برضه ابتدينا بالاحمال. في بقى التمبريتشر، ازاي تحسب الفريكشن نتيجه التمبريتشر. تمبريتشر نوعين او تغير درجه الحراره نوعين، يونيفورم منتظم ونان يونيفورم اللي هو غير منتظم. ده بيحصل لو عندي عنصر معين وحصل تغير درجه الحراره، درجه الحراره مثلا زادت 20 درجه او قلت 20 درجه من جميع الاتجاهات حوالين العنصر. ده عمود واقف في الشارع او فريم في الشارع كده حواليه كل الاتجاهات، الهواء كله بدرجه حراره واحده وسخناه او بردناه كله زي بعض في نفس الوقت. يحصل ايه؟ يحصل استطاله او انضغاط. خدناها من سنه اولى دي عارفينها، هو اكتر من الحته دي. هيحصل استطاله او انضغاط. لما يحصل استطاله او انضغاط لو العنصر فيه مفيش مشكله، لو العنصر محكوم بقى يعني لو انا قافل عليه 200 هنش كده او جوه فريم او جوه منشا يحصل يا اما تنشن يا اما كومبريشن. لو عايز يزيد في الطول وانت قافل عليه يتضغط، لو عايز يقل في الطول يعني لو يحصل له كومبريشن او يحصل له اسف كونتراكشن هو يقل يعني وانت قافل عليه يحصل له تنشن، فبالتالي يؤدي لحدوث ديفليكشن. بس الديفليكشن دي ناتجه من النورمال فورس اللي جوه. فالدلتا في الحاله دي بيساوي الفا، فدلتا في بتكامل ان واحد دي ان. ما تسالنيش علاقتها بس انا بكتب ولا حاجه، انا عارف حاجه. الفا دلتا تي في تكامل ان واحد دي ان. الالفا ده معامل التبادل اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت، واحد في 10 اس 5 في 5. كل ماده لها معامل. ودلتا جيت بغير درجه الحراره، ده معرض. هو ده اللي عليه الكلام، ان واحد دي ان. طبعا احنا عشان من ساعه ما اشتغلنا عمالين نشتغل ام واحد ام واحد ام واحد. ايه هو ام واحد اللي كنا بنعمله؟ هو رسمه المومنت بتيجي تروح تطلع. ان واحد ده هو النورمال فورس دايجرام مش البند مومنت ده. النورمال فورس دايجرام نتيجه الواحد طن اللي احنا بنحطه عند النقطه. يعني طالب منك حركه عند نقطه سي راسيه مثلا، يبقى تحط حمل مقدار واحد على نقطة سي وترسم النورمال فورس دايجرام. وتروح حاسب مساحة النورمال فورس دايجرام. مساحة أشكال. مثلثات، سطرات، أي حاجة تجيب المساحة. هو ده اللي اسمه تكامل ان واحد بي. طلبت منك الحركة الأفقية عن نقطة بي، حط واحد على نقطة بي وترسم النورمال فورس دايجرام، مش البندنج. خلاص؟ وليه مش البندنج؟ لأن التأثر بس اللي بيحصل تغير اليونيفورم بيحصل نتيجة النورمال فورس. الحالة الثانية بقى اللي هو تغير اليونيفورم، أنت عندك هنا دلتا تي برقم 20 ودلتا تي هنا ب 10، يعني تغير اللي بره غير اللي جوه. او اللي جوه صفر ما حصلش حاجه وحصل بره تغير تاني، بيحصل امتى؟ يكون منشا مقفول. منشا مقفول، لو احنا القاعه اللي احنا فيها دي مثلا في مصنع والمصنع ده فيه تبريد فعاملين ثلاجه في القاعه. بتحصل، خلاص تلاقي اوضه عباره عن ثلاجه. عمود موجود الطرف اللي جوه بتاعه جاي في تبريد معين درجه حراره سالب مش عارف كام وبره درجه حراره الجو. هل ده ياثر على العمود؟ هياثر عليه طبعا. الفايبرز اللي بره او الحتت اللي بره دي عايز يصلها ستاره واللي جوه عايز يصلها انضغاط، او دي عايز يصلها ستاره اكتر من دي. ساعتها بنحصل تقوس في اتجاه درجه الحراره اتجاهها. بيحصل تقوس في اتجاه درجه الحراره اتجاهها. التقوس ده يعني انحناء، والانحناء ده يعني مومنت. في بيندنج مومنت اللي هو تنشن وكمبريشن. خلاص؟ فبيدخل معاك المومنت. في نفس الوقت برضه كله ما عايز يدخل فانت حاجزه فعليه نورمال. فنتيجه تغير درجه الحراره النون يونيفورم بيكون العنصر عليه حاجتين. نورمال ومومنت. خلاص؟ فلما تيجي تحسب الديفليكشن بتاعت تغير نون يونيفورم الدلتا بيساوي الفا تي 2 تي 1 على 2 تكامل ان 1 تي ان جزء من النورمال ناقص الفا تي 2 ناقص تي 1 على اتش في تكامل ان 1 تي ان. يعني بيدخل معاك ترم النورمال فورس وترم الايه؟ البندنج مومنت. تكامل ان 1 تي ان هو مساحة النورمال فورس دايجرام.
تكامل ام 1 دي ال هو مساحه البين بون دايجرام اللي اسمه ام 1. دي 2 درجه حراره خارجيه او التغير الخارجي في درجه الحراره، ودي 1 درجه حراره داخليه او التغير الداخلي في درجه الحراره. يبقى جيف يقول لك الخارجي كذا والداخلي كذا. المحاضره طبعا الشرح ده موجب، بس كان يعني محطوطه في الداخلي ناقص الخارجي. هي مش فارقه، هي الفرق. انا بس متعود على الارقام دي عشان ما تغلطش. سالب في 2 ناقص في 1 دي الخارجي في الداخلي. تمام؟ انت عايز واحد. يبقى في الاخر عايز تحسب الديفليكشن نتيجه تغير نون يونيفورم، تعمل ايه؟ انا بقول لك احسب الحركه الرأسيه عند نقطه سي والتغير اللي حصل تغير نون يونيفورم المقدار خارجي كذا وداخلي كذا. تعمل ايه؟ هتحط واحد ثاني برضه احنا متعودين عليه، بس ترسم رسمتين نورمال فورس دايجرام وبين الموجود ده. تحسب مساحه النورمال يبقى اسمها تكامل ام 1 دي. تحسب مساحه الموت يبقى اسمها تكامل ام 1 دي. تروح داخل مع بعض في القانون ده. تمام؟ يبقى طريقه الحساب في اليونيفورم زي النون يونيفورم، بس هنا بحث النورمال فورس بس او بجيب مساحه نورمال فورس بس، وهنا بجيب مساحه نورمال ومعاها مومنت. حلو. احنا دلوقتي عايزين نحسب الحركه الافقيه عند نقطه بي. الحركه الافقيه عند نقطه بي مطلوب يا جماعه في الحركه الافقيه عند نقطه بي والسيتا عند السي. أول حاجة كانت نتيجة تغير يونيفورم مقداره 20 درجة مئوية بس للسالب. جبت السالب ده منين؟ عشان قال لي دروب. طالما دروب يبقى درجة الحرارة نقصت. يبقى أنا هاجي عند نقطة بي وأحط حمل مقداره 1 طن. وأرسم مومنت؟ لا. مش هرسم مومنت عشان ده تغير يونيفورم. هرسم نورمال. خلاص؟ طبعًا عشان أجيب الرياكشن اللي هنا ده كنا بسمع عند النقطة دي. هتبقى صفر، هتبقى دي وده هيجيب وده هيجيب. فهنا صفر مش حاجه. وهنا صفر. ونسيجما اف اكس ده بواحد. ساعتها النورمال على العنصر ده بيساوي صفر، والنورمال على العنصر ده بيساوي صفر. عناصر المية اللي بنعمل فيها السنه اللي فاتت. لو عايز اجيب النورمال فورس اقطع وجمع من تحت كده. لما اقطع وجمع من تحت يجي العنصر عندي كده. وادي الفورس اهي. واحد. فهحلل الفورس دي كنا بنحللها في اتجاه النورمال واتجاه الشير. هحللها بس في اتجاه النورمال، مش عايز اشوف حاجه دلوقتي. طبعا دي زاويه سيتا اقدر اطلعها ان المقابل بتاعها 4 والمجاور 8. طب ما السيتا بيساوي كام؟ يبقى الفورس اللي هنا دي 1 في كوزاين سيتا، اللي هي كوزاين سيتا تطلع زي ما تطلع بوينت 9 كام؟ بوينت 9 بوينت 9 يبقى هنا في ضغط تطلع بوينت 9. هي المركبه يا جماعه بتاعت الواحد. امشي ثابت مش حاجه على العنصر واقفل بقى سالب. الناحيه الثانيه زيها بالظبط، هو نفس الواحد اهو هيتحل بنفس الكيفيه ونفس الفورس ثابتها برضه بوينت 9 حاجه صحيح. الرسمه دي اللي هي النورمال فورس دايجرام نتيجه الواحد طن عند نقطه. بحسب بقى التكامل بتاع ان 1 دي ال هي المساحه. اجيب مساحه الشكل ده. طبعا ده سالب عشان كومبريشن، حط سالب بوينت 9 في بوينت 9 في طول. جذر التربيع ده 4 تربيع زائد 8 تربيع طول ال 100. الكلام ده كده مضروب في 2 علشان مستطيل هنا ومستطيل هنا زي بعض بالظبط. احسب دي بيساوي كام؟ تطلع 16 مش عارف بس 16 واحد من 10 بالسالب. اروح داخل حاسب بقى الدلتا دي هوريزونتال بيساوي الفا 1 في 10 والسالب 5. دلتا تي 20 ادي الفا وادي دلتا تي. تمام السالب عشان دروب. في تكامل ان 1 دي ال هو ناقص 16 واحد من 10 طلع كده يساوي كام؟ هي دي كلمه الدلتا عند دي. يبقى القصه بتقول ايه هنا؟ نورمال فورس دايجرام. حسبنا الدلتا دي عايزين نحسب سيتا سي. ادي نقطه سي عشان احسب السيتا احط عزم مقدار واحد طن اي حاجه دايره مقفوله مش فاكر. سيجما اف اكس بيساوي صفر يبقى الرياكشن ده بصفر. ده ازدواج ده بيلف مع حركه الساعه يبقى دول عكس حركه الساعه. خلاص قيمه الفورس هنا 1 على 16 وهنا 1 على 16. يبقى عندك نورمال فورس هنا 1 على 16 بالسالب و1 على 16 بالموجب. عايزين نحسب النورمال على عنصر المائي، يعني المائي ده
اقطع هنا واجمع من تحت. كل واحد على 16 اهي. اي واحده على 16. طبعا عندنا الزاويه دي سيتا وانا عايز احلل دي في الاتجاه ده. اه دي سيتا يبقى دي مش سيتا. يبقى دي سيتا. يبقى انا لما اجي احلل واحده على 16 وواحده على 16 في ساين سيتا. تعمل كومبريشن سالب ساين سيتا على 16 هي واحده على 16 ساين سيتا. هيعجبك ان احنا كده واحده على 16 بس كانت تنشن. هيجي لك هنا الرسمة موجبة واحد على 16 كوساين سيتا اللي هي ساين سيتا على 16. ادي رسمة النورمال فورس. تجيب مساحة النورمال فورس هنسميها تكامل ان 2 دي ام عشان حكينا ان واحد قبل كده يطلع بالصفر. هو الشكل ده اصلا المساحات طبعا ده هيشيل ده وده هيشيل ده. في حاجة اسمها زي في حاجة اسمها سيمتري او سيمترية في حاجة اسمها سيمتري اللي هي التناسل العكسي. الشكل ده درست التناسل العكسي بس انا بشرحه بعدين ان شاء الله. التناسل العكسي دايما مساحه النمر بيساوي تحت المهم اللي بيساوي المهم عشان بس ما تخش الموضوع تكامل ان 2 دي ال طلع بصفر. ده معناه ان سيتا سي بيساوي صفر. مفيش سيتا سي مفيش دوران عند السي نتيجه تغير اللي بيكون درجه الحراره. اشمعنى ازاي يعني؟ عشان العناصر عايز تكبر والعنصر ده له طول وده نفس الطول فلما يكبروا يبقوا زي بعض دايما يستطاق يعني حصل استرسوري هيقل درجه الحراره سالب 20 لما يقل ده هيقل زيه بالظبط يعني ينزلوا مع بعض خلاص والعنصر ده هينزل كده وده هينزل كده فبالتالي هتلاقي ان النقطه دي اتحركت لاسفل بس ما حصلش دوره يعني الشكل متماسك فعايز يطلع هيكبر مع بعض كده عايز ينزل هينزل مع بعض خلاص او حتى لو حصل له كونتراكشن يا جماعه حصل له ان هو حتى كل النص ده اقل شويه الاثنين هيبقوا زي بعض. فبالتالي النقطة دي تبقى ثابتة في مكانها، مفيش سبب يخلي النقطة دي تروح يمين ولا تروح شمال. التغير بتاعها يونيفورم فاستطالات أو انضغاطات في العناصر يعني إما الطول بيزيد إما الطول بيقل والعناصر متماسكة. العناصر متماسكة زي بعض بالظبط. فما ينفعش النص الشمال ده يبقى له شكل والنص اليمين ده يبقى له شكل. هيبقوا زي بعض بالظبط. عشان التغير بتاعنا تغير الفورم والفريم متماسك. هنحسب نفس الكلام نتيجه دلتا تي خارجيه مقدارها 20 موجبه ودي داخليه مقدارها سالب 10 يعني تغير نون يونيفورم نون يونيفورم نفس الواحد طن اللي كنا حاطينه عند المي القانون بيقول ايه؟ دلتا بيساوي الفا تي 2 زائد تي 1 على 2 تكامل ان 1 تي ال المقدار ده كله معايا كل الحاجات دي انا معايا هو انت معاك الالفا ومعاك تي 2 ومعاك تي 1 ومعاك المساحه بتاعت ان هم الفرصه اللي جبتها بجد تيجي نفس الحاجه انت عايز بس تخش تجيب الجزء الثاني الفا تي 2 ناقص تي 1 على اتش تكامل ان 1 تي ال وانا عايز المومنت بقى دلوقتي هنا العزم بيساوي صفر هنا العزم اقطع بص تحت واحد في ارتفاع 6 في 6 وسيجما اف اكس بيساوي صفر فهنا في واحد يجيب نفس الستة ناحيات الاتزان هنا 6 وهنا 6 لقيت بس النقطة اللي فوق دي هقطع بص تحت هلاقي في واحد ده طبعا حاسبين الرياكشن ده بصفر عشان محدش يستني هنا الرياكشن ده بصفر حاسبينه بصفر قبل كده هقطع بص كده هلاقي الواحد دي في 10 واحد في 10 جاي كده دي لسه ناحيه بره وهنا 10 وهنا 10 تعرف تجيب مساحه المومنت دي؟ اه طبعا المومنت ده سالب ولا موجب سالب عشان بره الفريم اجيب المساحه مثلث مثلث زيه شبه منحرف شبه منحرف شبه منحرف ده انت بتجيب المساحه نص نص مجموع القاعدتين متوازيتين يبقى نص في 6 زائد 10 فالارتفاع 100 يعني ده قاعدة وده قاعدة والارتفاع بتاعه اللي هو جزء التربيع على بعض الجزء التاني كده جبت لما تجيب المساحة بتاعت اللي قدامك ده كلنا ان شاء الله نفس المساحة دي لما تجيب المساحة جبت تكامل ام 1 تي ال مين الاتش يا جماعة الاتش ده ارتفاع القطاع يعني القطاع بتاعك ده كده الاتش هو الارتفاع بتاع القطاع
جيفن لازم يبقى جيفن. لو مش جيفن اسيون هو واحد، لو مش جيفن اسيون الاتش بيساوي. هو جيفن في مساله 60 سم. ده لازم بالمتر، يعني ده كده لما اجي اعوض عنه 0.6. لان احنا شغالين في المومنت ده كله طن متر، 6 دي طن متر. خلاص؟ كل حساباتنا بالمتر، انا بحسب مساحه النورمال حسبت كل الاطوال بالمتر. فلما اجي احط الاتش احطها بالاتش. لا فاهم، الرقم في اتجاه الحركه. بره حركه جوه حركه، المساحه كام بقى؟ لو هو ملفوف يبقى حسب ما حسب القطاع في الغالب احنا ما بنشتغلش، ما شفناش الحاله دي فين. ما لقيتش ده جيب الرقم خلاص؟ لكن انت لو بتتكلم على الطبيعه هنا درجه الحركه كذا، درجه الحركه كذا بينهم اتخانقت حسب اتجاه القطاع بقى، لف كده لف كده. تقدروهم ازاي محاضرة؟ لا الريس التاني برضه تقدروهم ازاي محاضرة وسكشن؟ واحدة كده واحدة كده واحدة كده واحدة كده. لا انا قصدي الريس بتاع السكشن 10 دقايق. لا انتوا مظلومين يا عيني. لا عايزين ناس في الموت يلا اشرحوا. ناس في الموت. نفس المومنت العزم ده بيلف مع حرب الساعة يبقى رياكشنز عكس على حرب الساعة ونسيبنا فورس اتجاه الاكس ده بصفر. هنا طبعا مفيش عزم، هنا مفيش عزم، هنا زيه، هنا العزم بيساوي صفر من الالتزام مع الجوينت دي. وهنا هقطع بص المكان، لما اقطع بص على اليمين مش معايا العزم، مش معايا العزم. 1 على 16 8 بنص تحت ادي النص. الثانية دي حاجة تسيبها من الشمال. بعد إذنك. تسيبها من الشمال يبقى 1 على 16 في 8 بنص فين؟ فوق. خلي بالك أنا برسم عمودي على نص. ماشي؟ الشوية دي متزنة، هعمل ديزاين كده. نص من هنا ونص من هنا. الاثنين بيلفوا مع بعض. أيوه يا مهندس، أكد لك على معلومة مهمة جدا، العزم اللي جاي من بره ده بيدخل في الاتزان. حسبناها مع بعض حته حته، طلع ان النص ده موجود في مكانه والنص ده موجود في مكانه، مش مزاجنا، من الرياكشنز دي. تمام؟ تيجي تعمل اتزان النص ده والنص ده يلفوا مع بعض، مين اللي وازنهم؟ الاكشن اللي جاي من بره. طبعا زي ما قلت لك هتلاقي ده مساحه موجبه وده مساحه سالبه، يبقى مساحه العزم بيساوي صفر، يبقى قيمه السيجا بيساوي صفر. الاخر مطلوب هنحسب نفس المطاريد نتيجة الحاجات المرسومة دي. حصل حركة في سوق، حصل حركة للسبورت A لأسفل 2 سم وللشمال 1.5 سم، حصل حركة للسبورت B لأسفل 3 سم ومطلوب أحسب نفس المقادير بتاعتي. برضه نفس الواحد طن اللي احنا حاطينه عند البي عشان احسب دلتا بي هوريزونتال. احنا كنا بنعمل ايه في السيمنت يا جماعه؟ خط الحاج ونحسب الرياكشنز نطبق علاقه بتقول سبميشن البي في الدلتا زائد سبميشن الام في السيتا بيساوي صفر. حطينا الواحد طن ده كان بيدي رياكشن هنا صفر وهنا صفر. خلي بالك انت بتبقى حاسب الحاجات 100 مره. نفس الحاجات تحسبها اصلا قبل كده. مش محتاج تحسب تاني، فتعوض بس. سبميشن البي في الدلتا. الواحد ده قدامه حركه قايمه. فجيتها كام؟ 1.5 عكس التاني. الصفر ده قدامه حاجة؟ اه قدامه بس هيطير. الصفر ده قدامه حاجة؟ اه قدامه بس هيطير. والواحد ده قدامه الدلتا اللي انا عايز احسبها اللي هي دلتا بي هوريزونتال. يبقى انا ما عنديش غير واحد مع الدلتا والواحد ده مع الواحد ده. يبقى واحد في دلتا بي هوريزونتال اللي هو ده مع ده. وما ينفعش يبقى دول سواري، ما ينفعش يقول لي ده عكس حاجة، انت أصلا فارض الواحد كده يبقى فارض الدلتا كده. خلاص؟ دايما ده ثابت. الواحد في الدلتا بتاعته. ده اللي حسب ما تيجي بقى، الرياكشن حسب ما يجي مع الجبن. يعني لو جبن ده على اليمين يبقى حاجه، لو جبن عشان حاجه يبقى ناقص واحد وواحد ونص بيساوي صفر. يبقى دلتا بي هوريزونتال بيساوي واحد ونص صفر. خلي بالك الاستمنت سهله جدا، حلها على طول، حلها بسرعه في الامتحان وخلاص. حط نفس الواحد طن لو سمحت يا جماعه، نفس الواحد طن جيتا اللي كان مدي هنا 1 على 16 ومدي هنا 1 على 16 وبنسيجما الفورس اتجاه الاكس كان هنا صفر. طبق العلاقه لو سمحت، طبق العلاقه لو سمحت.
واحد سيتا سيتا. واحد اهو السيتا بتاعتك. خلاص؟ خلي بالك ان ده تنميط. هنا صفر طيب واحد ونص. هنا واحد على 16 نازلة مع اثنين نازلة يبقى زائد. واحد على 16 طن في 2 سم يبقى لازم اقسم الاثنين على هناك واحد على 16 و3 دي طالعة ودي نازلة يبقى ناقص واحد على 16 في 3 على. يبقى انا دلوقتي بطبع العلاقة ادي ام في سيتا وادي اف في دلتا. امتى بيظهر معاك الام في سيتا في العلاقة عشان اعتقد الناس اللي سابت خاصة بتظهر لما تكون بتحسب سيتا عند نقطة أو بتظهر تاني لو في مسألة تانية مصدقين كده خلاص خلصت اكسبت خلصت. لو في مسألة تانية بقول لك أنا عندي فريم كده هنا في فيكسد وبقول لك حصل في الجبل مش حصل في التمرين بقى حصل روتيشن عندي دي بوينت او واحد رجل واحسب لي أي حاجة نتيجة الروتيشن بقول لك مثلا احسب لي الحركة الرأسية عند النقطة دي هندي واحد طن هنا الواحد ده يدي رياكشن ولا لا؟ يدي رياكشن عندي ساعتها تطبق العلاقة الواحد في الدلتا اللي انت عايز تحسبها والبوينت هو واحد في المومنت اللي هنا مجموعهم ما بيساويش خلاص هيظهر معايا في الام في السيتا في حاجتين لو انا طالب سيتا او مديك جيفن سيتا عن صفر واضح؟ ان شاء الله بص يا عبد الله حضرتك لو انت مذاكر ان شاء الله تبقى مذاكر بس انا زي كده تبقى في 10 دقايق بس مقدر لها في الوقت نص ساعه يعني تيجي تحسب عدد مسائل الامتحان وقت الامتحان تلاقي مساله زي دي معمول لها في الوقت نص ساعه لو انت مذاكر تبقى في 10 دقايق وكم مساله بس طبعا هي شكلها خض ناس كتير هي شكلها المساله خض ناس وهي شكلها الناس بس عشان متعوده على شكل معين تعالى تشوف اول حاجه هو ايه مطلوب سيتا دي عايز اكسب سيتا عند تي بس مره نتيجه الاحتمال مره نتيجه الدخول عند ايه قلت ايه مره نتيجه تغير منتظم في درجه الحراره نتيجه الاحتمال وارسم المومنت نتيجه الجيم لود هنا العزم يساوي 12 في اخر التدريب برضه ابص يمين نفس ال 12 من الاتزان دي برضه 12 في نهاية العنصر ده لما اطلع ابص فوق هي نفس ال 12 اسيبها ازاي بقى ابص من هنا اعمل لف كده يبقى لسه انا برضه ناحيه جوه ما تقولش هنا الاتزان بقى اتزان ايه؟ انت عندك عنصر 2 3 4 ما ينفعش هنا العزم يساوي صفر هنا هقطع ابص ناحيه اليمين يبقى 2 6 12 لف كده يبقى لسه انا فوق حط الاشارات اللي انت عايزها بس التزم بيها بعد كده. عشان نخش جوه هنا تعالى نشوف هنعمل ايه. الجزء من هنا لهنا العنصر اي سي ده لينك ممبر. عشان الاسبوع بس. حط انت اقول لك بعد المين بعد عشان ده انا خدتها دي تحت ودي حطها وجابة كلها. بس في اللي جاي اعمل حسابك على نفس الاشارات دي. نرجع تاني نفس الكلام اللي بنتكلم فيه ده لينك ممبر. احنا عارفين هنا كمان برضه السنه اللي فاتت العنصر وصل مفصلتين او مفصله وايه هنجي سبورت والمهم ما يكونش عليها احمال ما عليهوش احمال في النص مش احنا جوه العنصر مش في نهايته ده هيك ما يفرقش ده لينك ممبر يعني الرياكشن بتاعه عامل كده حد يقول النور يا جماعه طيب الجزء ده من سي دي اقدر احسبه من غير ما احسب الرياكشنز ايوه ازاي؟ هنا العزم يساوي صفر برضه لما تيجي تقطع هنا وتبص تحت ايه اللي معاك حساب العزم؟ التلاته والرياكشن ده هو نفسه المره برضه جاي العنصر يعني مره بالنقطه دي يبقى ملوش عزم يبقى اللي اشتغل بس هو مين؟ التلاته مش واخد بالك تعمل ايه؟ احسب الرياكشن خلاص اخد مجموعه العزوم عند النقطه دي اجيب الرياكشن الراسي اللي هنا بعد كده اخد مجموعه العزوم عند السي ليفت اجيب الافقي اللي هم اصلا مركبات الراجل ده ما خدش بالك ان هو لينك يعني خلاص هتشتغل عادي تحسب الرياكشن تحسب العزم هنا هتلاقي ده شايل ده يعني لو انت حسبت هتلاقي ان ده قيمه وده قيمه الاثنين قيمه عزمهم عند النقطه دي بيساوي صفر عادي خدتش بالك مش بص خدت بالك ربنا كرمك الحمد لله عرفت الاجابه من الاجابه ربنا كرمك يبقى العزم هنا اطلع بص تحت ثلاثه في الارتفاع ومش لازم تحدد الثلاثه
مش لازم تحلل التلاتة عمودي على عنصر. اضرب الفورس في الزراعة على طول. الفورس كام تلاتة؟ زراعة ايه؟ عمودي عليه؟ أربعة يبقى 12. خلي بالك أنت بترسم عمودي على عنصر. كده النقطة دي تقدر تعملها كذا ولا لا؟ أه طبعًا أقدر أعملها كذا. العنصر 2 3 4. كده 12 وكده 12 وكده 12. الشرطين شالوا بعض. يبقى دي لازم يحصل لها التزام من ايه؟ من الاشهر الثانيه اللي بتيجي. يبقى اجي العزم هنا 12 وهنا صفر خلاص عزم. ادي الام نقطة. عايزين نحسب السيدة عند نقطة دي. حط العزم الريتم بتاعنا اهو. خلي بالك النقطة دي خارج منها أربع عناصر مانيش عارف هو بيلف حوالين مين أصلا. بيعمل عزم حوالين مين؟ بالحساب، كله بالحساب. الكنتيليفر ده من هنا لهنا العزم يساوي صفر. شيل. هنا العزم يساوي صفر. في نهاية الكنتيليفر أنا أبص يمين، في حد؟ العزم أهو، أهو. صفر، شيل. هنا العزم يساوي صفر. شيل. شيل. تعالى نبص فوق، هتشيل. لا شيء خلاص بقى كده كده شيء بقى عايزين عزم هنا او هنا تعالى برضه نفس الفكره مش ده مش ده هو نفس اللينك ادوا نفس الرياكشن يبقى هنا صفر نتيجه الهنج وهنا لما اقطع وابص تحت صفر نتيجه ده اللي بره النقطه خلاص يبقى العنصر ده مش شغال يبقى كان هو ده بس وطبعا ده لوحده ما ينفعش كده عشان ده ستيبل بس ده وجوده جوه الفريم ستيبل لو انا عايز اعرف بقى المومنت ده على العنصر ده لازم اعمله كده احنا متفقين اوبتيمال العزم بره لما يطلع على الشط يبقى العزم اهو بيلف مع قرن الساعه دايره مقفوله بس انا عشان برس على العنصر ده فمفروضه بره العنصر كده ما ينفعش اعمله كده يعني كده غلط كده العزم ده موجود الناحيه دي ادي واحد اهو اللي هو كان هيطلع معاك لو بقى قعدت تحسب الرياكشن بقى ده كام وده كام ومش عارف ايه وجيت احسب العزم ده يطلع ده مسافته ده مسافته بيساوي واحد لو انت قعدت تحسبها من الرياكشن خلاص سالب ولا موجب ده حسب ما انت راسم قبل كده انت راسم ان بره سالب ولا بره سالب قصه في الاخر انك هتعمل مين مع مين المسدس ده مع المسدس ده طبعا على طول المائي على طول المائي قصه سالب سالب مع سالب سالب دلتا ايه؟ دلتا ايه؟ انت لو سمحت حصلت دقيقتين بالظبط فاضل دقيقتين بالظبط حصل هبوط عند نقطة A مقداره 2 سم عايز احسب برضه قيمة السيدا قيمة السيدا سي نتيجة الواحد ده بيلف كده وانا خدت العزوم عند النقطة دي اجيب المرتبة الرأسية بتاعة الرياكشن ده ده واحد يبقى ده واحد على الاسنان اللي هو 12 دي مركبة الفورس او الرياكشن اللي انا اتعلمت منها خلاص انا اللي يهمني ما يهمنيش خالص المايك ده لان ده جاي فوق راسي انا عايز الاتجاه ده لو كان قال لك ان ايه نزلت اثنين وراحت شمال مش عارف كام يبقى كنت عايز فوق راس انا بس عايز الراس ده بيساوي كام لو جبت منين تاني خدت العزومه عند نقطه بي لما تاخد العزومه عند نقطه بي ده ما بيشتغلش هو ده بس يبقى العزم الواحد ده اللي بيلف عكس حركه الساعه عايز له حد من تحت يعمل عزم مقدار واحد يبقى واحد على 12 في 12 يبقى ساعتها سيدا في واحد ممكن ما تقولوش اصلا سيدا سي يعني سيدا دي سيدا دي سيدا دي في واحد تقريبا ده طن مين تمام زائد ناقص ده لازم ده طن واحد على 12 2 على 100 بيساوي صفر يبقى سيدا دي بيساوي كذا يبقى دي تجيب النوت صف في الاخر على مثلث مع مثلث نتيجه السيجمنت كلنا عارفين انها سهله حسبه صغيره جدا طب بيقول لك هنا بعد كده ايه؟ تغير في درجه الحراره اللي انت فيه بيساوي 20 درجه مئويه الهول ممبرز قال لك نون يونيفورم ولا يونيفورم؟ لا يبقى ده يونيفورم اذا ما قالكش يبقى يونيفورم اسهل على نفسه ما هو ما قالش يبقى انا عايز اجيب مساحه النورمال فورس دايجرام نتيجه الواحد اللي احنا بنحطه الواحد ده
يدي رياكشن هنا 1 على 12 ورياكشن هنا 1 على 12. لما ارجع اخد مجموع العزوم هنا ليفت عشان اجيب الرياكشن لوفت، هيبقى ده بيلف كده وده بيلف كده، ده له قيمه وده له قيمه. 3 و4 مش مشكله، ده اي قيمه مش مشكله كده. في الاخر معاك هنا في الاتجاه ده قيمه برضه. عشان تجيب النورمال هتعمل ايه؟ هتيجي هنا على العنصر ده معاك القوتين دول وحالف في اتجاه النورمال. ادي الزاويه سيتا اللي هي هنا. يبقى قيمة الفورس دي هنسميها اتش أي حاجة. لما بتحسبها الرياكشن ماتريكس، قيمة اتش كوزاين طالع لفوق وواحد على 12 كوزاين لازم ده. أجيب محصلة وأطلع النمر بيساوي كده. الناحية التانية نفس الكلام، ده قيمة وده قيمة. تمام؟ أحلل برضه اتجاه العنصر، أدي الزاوية سيتا اللي هنا سيتا. يبقى الفورس دي في كوزاين والفورس دي في ساين، جبت قيمة النمر على العنصر التاني. مظبوط؟ طلعت النورمال فورس، اجيب تكامل ان واحد دي ال اللي هي المساحه بتاعت الشيبين دول. طب العناصر اللي فوق، العناصر اللي فوق، العناصر اللي فوق، العناصر اللي فوق احنا اي حاجه عايز هنا النورمال فورس؟ لا لا صفر، هنا صفر، هنا النورمال فورس؟ لا صفر. انت فيها